رغيف ده بكام يا عم ابراهيم؟ 5 جنيه والجملي هو املي. ودو جرب قبل ما تاكل ببلاش، ورغيف هيرغيف بهديه، كل ده ب 5 جنيه. اتفرج يا باشا وتعاكل مباشر. بتاع الغلابه التمساح الطوف واحد بس. كتير مننا اتفرجوا على تيك توك كده من فتره، وكان في عم ابراهيم اللي هو الجملي هو املي، ولو راجل كل وحط كالونيا، وراجل انتشر وناس كتير شافته، ومش بس ناس كتير شافته، هو بقى ترند، وبقى ترند يعني معظم الناس بقت تروح تعمل معاه فيديو عشان يتشهروا اكتر. ومنه مجموعه كبيره جدا من المنافقين على تيك توك حياتهم كلها بقت ان هو راوا الراجل ده ترند، يعني هو راجل غلبان يعني، ويلا بينا نطلع ترند مع الجملي هو املي. انا بقى عندي وجهه نظر في الجملي هو املي، وعارف كويس قوي ان الكلام اللي انا هقوله ده ممكن يضايق ناس. الطبيعي ان انا اقول ان الراجل ده غلبان وطيب وكتر خيره، واقف جنب الناس ومش معلي الاسعار وبيدي رغيف ب 5 جنيه والكلام ده كله، والكلام ده حقيقي اكيد هيفرق. يعني فكره انه الموضوع بجد ان انت واقف جنب الناس الغلابه او بتدي سعر كويس ده بجد. لكن خليني اتكلم بقى على الجانب المظبوط. هو بجد يا جماعه ينفع راجل بالمنظر الصعب قوي ده اللي ممكن اكون يعني حاطط لكم جنبي دلوقتي ده، ينفع الراجل ده يبقى ترند في الاكل؟ ينفع ان هو ده الشكل اللي انا بصدره للناس بره ان هو ده الاكل عندي؟ ما انا عندي اكلات شعبيه كتير، معلش يعني، ما انا عندي البرنس ما هو اكل شعبي، ما انا عندي ناس كتير جدا اكلات شعبيه، عندي محلات كتير اكلات شعبيه في السيده زينب وفي الحسين وفي شبرا وفي امبابه، اماكن كتير. وانا ما اعرفش عم ابراهيم في انهي منطقه بالظبط، بس هو مش ظاهره يعني، عادي يعني، يعني في معظم الاماكن الشعبيه او اللي اتربوا في اماكن شعبيه عارفين ان معظم المطاعم او الناس اللي بتبيع اكل بتفتح على النواصي والكلام ده وبتبيع عادي. هو اتشهر بسبب طريقته اللي يقول لك التمساح الجملي هو عملي ولو راجل كل وحط كالونيا. هو الكلام ده كله يا جماعه يضحك، لما اسمعه هضحك، بدليل ان اتعمل عليه رياكت كتيره. لكن ده منظر، ده منظر واحد ينفع اكل من ايده اكل، منظر لبسه ومنظر الصينيه والقرب، وعارف ان في ناس رجعت صورت فيديو يطلع عم ابراهيم شكله عامل كده لانه انتقد، ناس كتير انتقدوه. بس هو السؤال، هي ينفع فعلا وزاره الصحه ومعرفش ايه اللي له علاقه بقى بالامن الغذائي او اللي هو الناس اللي بتروح تكشف على الاكل الصلاحيه والحاجات دي كلها، هو ينفع المنظر ده لبني ادمين هتاكل؟ ينفع ان اكون باكل بالمنظر المقرف اللي شفته ده؟ انا عارف ان في ناس كتير اتريقوا على الفيديوهات بتاعته وعمل عليها رياكت اللي هو بيجيبه يعني طريقته مع المنظر المقرف في الاكل، بس حقيقة جدا احنا محتاجين نتعالج من مرض الترند والله العظيم. يا جماعة في مؤسسات كبيرة ليها اسمها راح اتصورت معاه فيديوهات لمجرد الترند، في ناس كبيرة او ناس عندها فولورز كتيرة جدا على تيك توك راحوا عملوا معاه فيديو لمجرد الترند او ان يركب يعني الترند. انا لقيت مؤسسات ليها اسمها يعني بتناقش موضوعات، انا بقول لك هتلاقي قنوات وبرامج بتستضيفوا علشان يشوفوا الرغيف ابو 5 جنيه والطلب ابو 10 جنيه 15. يا جماعه اعملوا سيرش على يوتيوب شوفوا الاجانب بيروحوا ياكلوا كبده جملي فين؟ في كرداسه او في اماكن كتير معروفه، شوفوا منظر الكبده الجملي عامل ازاي، شوفوا النظافه، شوفوا البياعين النظاف اللي بيعكس عن نظافته ونظافه اكله. ده اللي انا افهمه بصراحه يعني، ده اللي انا افهمه. لكن الجملي هو عملي والتمساح وده والطفل واحد بس، ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه القرف ده؟ بصراحه يعني ايه القرف ده؟ هو يعني ده ايه دخله بالترند؟ وايه دخله ان انا اركب الترند؟ هو ما اجيب راجل زي ده وعليه؟ طب ما حاسبه، انت بتاكل الناس كده ازاي؟ يعني فمش عارف. طبعا اتمنى له انه ربنا يوفقه، لكن انا بتكلم بحق ربنا انه حرام يكون دي الصوره اللي بتنقلها للناس. يا جماعه احنا عندنا مطاعم ومحلات عاديه خالص جدا وابسط من البساطه في كرداسه بتبيع كبده جملي، ما
منظرهم يفتح النفس، ونظافة ما بعدها نظافة. انما لما طلع واحد لبسه ملطش ومعفن بالشكل ده وبايده شكلها وحش وكل الافيهات كلها خلاص، يعني في ايه؟ هما لاقي مؤسسات كبيره مستضيفاه وعامله له فيديوهات بس. فيا جماعه بجد يعني لو كان الجملي هو املي والراجل شهر واتنشر عشان جمله زي دي، ادي الترند، ادي الناس اللي بتصنع الترند. احنا عايزين نبقى كده يعني؟ هو احنا كده كويسين حلوين؟ معرفش والله، مش فاهم يا والله بجد مش مصدق. صباح الفل ولو راجل كل